بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها. كيف نحكيه على شمائل سيد النبي عليه الصلاة والسلام، نحكيه على مظاهر الكمال المحمدي في شخصيته وعلى الأخلاق العالية اللي كان يتميز بها عليه الصلاة والسلام، واللي من أهمها خلق الوفاء بالعهد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. شبيهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وسيدنا عليه الصلاة والسلام هو نبع الوفاء وسيد الأتقياء وإمام الأنبياء اللي ضرب لنا أعلى مثل في معاملاته، وكان أعلى قدوة في الوفاء بالعهد أولا مع ربي سبحانه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وكانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة لله، وما ادخرش أي أدنى جهد باش ينصح الأمة، وما خلاش أمر فيه خير إلا ودعانا ليه، ولا أمر فيه شر إلا ونهانا عليه. وكان سيدنا عليه الصلاة والسلام وفي زاد مع أصحابه، وما كانش ينسى مساعدتهم ليه ووقفتهم معاه ونصرتهم وتضحياتهم في سبيل الدين العظيم. فكان يدعي للأنصار ويقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومن أعظم صور الوفاء المحمدي أيها الأفاضل إخلاص سيدنا عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة رضوان الله عليها، اللي وساته ونصرته وصدقته وكانت أول من آمن به، فمنسج جميلها وعمها بالوفاء مش في حياتها بركة حتى بعد مماتها زادة. فكان يكرم صاحباتها ويتفقد أحوالهم ويبعث لهم الهدايا ويقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا به إلى فلانة إنها كانت تحب خديجة. وكان عليه الصلاة والسلام يذكرها بالخير ويقول: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. ومن مواقف وفاء صلوات الله وسلامه عليه بالعهد رد للجميل حتى مع الكفار. والواجب علينا يا خياني أن نقتديه بسيدنا عليه الصلاة والسلام باش نثبت محبتنا ليه ونوفيه بوعودنا، على خاطر الخيانة من صفات المنافقين اللي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وإذا اؤتمن خان عيشكم الله يفتح عليكم. خلينا نزرع في وليداتنا ومجتمعنا هالقيمة العظيمة اللي ولات عملة نادرة في وقتنا توا، وأهم وأجل عهد وميثاق نوفيه به هو ميثاق ربي سبحانه، عهد ربي اللي خذاها علينا أنه نؤمن به ونعبدوه، ونوفيه بعهد سيدنا عليه الصلاة والسلام بأن ننصر دعوته وننشر سنت سيرته ونعليه راية الدين العظيم، ونكون من اللي قال فيهم ربي: رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فاللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلنا من الموفين بالعهود، واحشرنا يا ربنا مع الصادقين الركع السجود، إنك يا مولانا رحيم ودود. آمين 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 يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش توصلك كل يوم موعظة من عند الشيخ بلال بن محمود، ابعث سماس فيه كلمة موعظة على الرقم 851-52، ولا سكاني بتليفونك الكياخ كود اللي قدامك، ولا زور موقع الويب imedia.tn. T
تيليشارجي لابليكاسيون ميديا اس ام اس من بلاي ستور، تلقى فيها لي سيرفيس نتاعنا وبرشا اوبسيونات اخرين كيما حمايه معطيات الشخصيه وسبيتش تو تيكس باللغات الكل حتى بالدارجه، تربحك برشا وقت في الكتابه. لابليكاسيون ميديا اس ام اس 100% تونسيه، متيليشارجينها في اكثر من 180 دوله. ما عليك كان تكتب ميديا اس ام اس من غير سباس في بلاي ستور، لابليكاسيون متوفره ب 15 لغه.